هذا الطفل الفلسطيني يدعى أحمد، بُطرت ساقاه بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن معاناته لم تنتهي هنا، فقد قُتلت عائلته أيضاً بسبب القصف. حال أحمد كحال مئات الأطفال في القطاع، خسروا عائلاتهم، ومنهم من بُطرت أطرافه أو أصيب بعاهات دائمة، الأمر الذي خلف فيهم صدمات نفسية شديدة. ليش بتعيط هذا العيد؟ نرجع مسكين. أنا كنت بلعب في الشارع كرة قدم، لهوي طاحت الكرة في أرض مسيرة، رحت لأجيبها أطلب إذن من صاحب الأرض أخذ الكرة وأروح أذهب إلى البيت، لكن إجا الصاروخ وانقصفت. الأطفال في غزة يدفعون الضريبة الكبرى في الحرب. اليونيسف قالت إن القصف الإسرائيلي قتل أكثر من 4900 طفل وتسبب بإصابة أكثر من 9000 آخرين، فيما لا يزال نحو 1500 طفل مفقودين تحت الأنقاض.